أثر الخضروات أو الخضروات يمكنها منع وعلاج أورام السرطان. الخضروات يمكن كتير من برامجنا، ويمكن دي متسجلة بقى معاك وفي صحتك في أكلتك وبرامجنا الطب الآمن وغيرها، إن كنا أغلب الوجبات اللي بنتكلم فيها لابد من وجود الخضروات سواء طازجة أو خضروات مطهية بس طهي صحي. كتير من الأمهات تلاقيها عمالة تدفع أولادها، ويمكن نرجع نستمع طاعة الوالدين في الطعام، إن كتير من الأمهات تدفع الأطفال لازم تاكلوا الخضروات، تاكلوا السلطة، تاخد كذا، والأطفال عايزين ينصرفوا تماما عن الخضروات ويلجأوا إلى السندوتشات السريعة والوجبات اللي بتتباع خارج البيت اللي خالية من كل أنواع الخضروات، هي عبارة عن خبز أبيض محطوط فيه الله أعلم بقى بنوعية اللحم اللي موجودة، محطوط عليها إيه مواد حافظة، كلها أشياء ضارة. إنما نصيحة الأم للأولاد إن يعتنوا بالخضروات سواء طازجة أو مطهية، دي النصيحة اللي النهاردة قالها العلماء. يعني هو النهاردة لما يطلع علينا بحث يقول أثبتت الدراسات الآن أن من اعتاد أكل الخضروات في كل وجباته، يعني الصباح ممكن ياخد خيارة أتاية، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى وهو الرحيم الرحمن الرحيم جعل هذه الخضروات هي أرخص أنواع الأطعمة، لأنه يعلم أن هذه الأطعمة هي التي ستحمي الجسم الإنسان من الأمراض، بل أنها تنقذه من المرض عندما يمرض. يعني لو البحث بيقول لو مريض مصاب بسرطان الثدي أو يعني مريضة بسرطان الثدي، سرطان البروستات، سرطان الكلى، الكبد، المعدة، الرئتين، المخ، بدأ يحول نظامه أو نمطه الغذائي إلى نمط خضروات وسلطة وخضروات مطهية بدون أن يلجأ للمواد الحافظة والدهون واللحوم طبعا والسموم الثلاثة الملح والسكر والدقيق، وجدوا أن المرض بينحصر بيقل. ودي بشرة خير بنقولها لكل الناس، نقول ربنا سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، خبير ولطيف بعباده، فأخبرنا ودلنا وهدانا لهذا الشيء علشان الناس اللي معهمش الأموال الكبيرة أن يشتروا أدوية غالية الثمن أو باهظة التكاليف، نقول لهم لا، العلاج قد يكون في طبق سلطة صغير، قد يكون في خصاية، في طبق كوسة مسلوق، أشياء سهلة اعتاد عليها أجدادنا من قبل، ولكن إحنا لما نمط غذائنا تحول وتغير إلى مواد حافظة ولحوم كتير بدأنا نعاني من الأمراض. وده بحث من الأبحاث المنشورة. بحث آخر، وده يمكن من الأبحاث اللي يعني ممكن تزعل بعض الناس، ولكن أنتوا عارفين أن احنا لا نقصد ناس تحديدا، أن احنا بنقول كما أمر المولى عز وجل في سورة الكهف وقل الحق من ربك، فأنا بنقول الحق. الحق قد يتعب بعض الناس، ولكن ده بحث منشور، لو عايزين نلوم نلوم الباحث، أنا ناقل للعلم ولست بعالم. يعني البحث بيقول، بحث آخر أجري على كثير من المتطوعين اللي بيشربوا المياه الغازية الدايت اللي فيها اللي هي عديمة السعرات الحرارية، وجدوا إن اللي بيشرب علبة أو بيشرب إزازة الدايت يوميا بتزيد مخاطر الإصابة عنده بالجلطات الدماغية اللي بيجيله بقى شلل والعياذ بالله 61% عن اللي ما بيشربش. يعني عملوا مجموعتين، مجموعة معتادة أنها تشرب ومجموعة ما بتشربش، 61% زيادة في اللي بيشربوا الدايت. أنا كده بحذر إخواننا اللي بي أحيانا يقولك أنا عايز أقلل وزني، أو الأخت تقول أقلل وزني أشرب دايت، نقول لها بلاش المياه الغازية بالمرة.